بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 35 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما في يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل حال من حال الملائكة. قال أيضا: قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب، جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثة فقال: وعزتي، لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكره عثمان ابن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل، فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. قال الشيخ: ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. وسئل رحمه الله عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أو ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ انتهى السؤال، وهو سؤال ذو فقرات مهمة، قد أجاب عنها الشيخ رحمه الله فقرة فقرة، فقال: الحمد لله، بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق، فإن قوله الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم، كقوله رب الملائكة والروح، فهو رب جميع الملائكة. الثاني قوله كلهم، وهذا من أبلغ العموم. الثالث قوله أجمعون، وهذا تأكيد للعموم، فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنما هو من أقوال الفلاسفة والملاحدة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل، ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة
والمتعبدة، وقد يوجد نحو هذه الأقوال من أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. أقول ولقد صدق شيخ الإسلام، فقد وجد هذا القول الباطل في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا نقلا عن شيخه محمد عبده، قد نقله محمد عبده بزعمه عن كتاب الإحياء للغزالي، وهو كتاب الإحياء معلوم أنه يشتمل على طوام. قال الشيخ: ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم جعله من الجن لأن له قبيلا وذرية ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور. والتحقيق أنه كان منهم أي من الملائكة باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما، وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له. ولهذا قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، دل على أن آدم كرم على من سجد له. ثم بين الشيخ رحمه الله نوع الجنة التي يسكنها آدم، فقال: والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض، بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقوله اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم، فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه، وقال هنا اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى سهل. وعند أرض السرات حيث كان بنو إسرائيل حيال السرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل هبط. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.